السلام عليكم شباب، هنستكمل مع بعض بقى. كان مفهوم الدالة الخطية والميل بتاعها، وده كان اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات. النهاردة بقى هنتكلم على بقى مفهوم الدالة وازاي اكونها. يعني لما عندي الدالة مثلا مرسومة وانا عاوز اجيب لها معادلة، او هنجيب لها بقى الدالة، فنفهم بقى مفهوم الدالة وإيه بقى المعنى أو الفرق بين الدالة والمعادلة. طيب قبل ما نتكلم عنها بقى إن شاء الله، طبعا كان عندي دي معادلة خط مستقيم، بمعنى بقى إن الميل هو اللي هو الإم السلوب والجزء المقطوع من محور الصادات، أو كان يبقى عندي المعادلة في صورة AX زائد B، وإن دي برضه السلوب اللي هو الـ A، وده الجزء المقطوع من محور الصادات حسب الـ A والصيغة العامة لمين؟ لمعادلة الخط المستقيم. طيب احنا كنا خدنا بقى ديت رسمة المعادلة ديت، هنتكلم النهارده بقى عن الحاجات الخاصة بتاعتها. فأنا لو عندي هنا بقى السين اهوت بزيرو، قيمة السين يا شباب ايه؟ بتساوي زيرو. لما سي بتساوي زيرو ليه عندي في المعادلة ديت هنا؟ يبقى عندي مين بقى؟ سالب اتنين ديت بزيرو. يبقى أصبحت في المعادلة في النهاية عبارة عن إيه بقى؟ واي بتساوي هنا شباب مين؟ الإكس، والإكس مضروبة هنا يعتبر مضروبة في واحد، يعني هنا الإم بكام بقى؟ بواحد. يبقى لما نقارن في المعادلة دي بقى بالصيغة اللي بقى تبقى إم من هوت في إكس، هنا تبقى إم عندنا كده يا شباب بواحد، يبقى هنا الميل بواحد. طب ازاي هحسبها بقى؟ تبقى اصبح عندي الطمل السي اللي هو الجزء المقطوع من الصادات بزيرو، يعني الداله اصلا عندي هنا او المعادله هنا هتمر بين بنقطه الاصل اللي هي عندها الاكس بزيرو وواي بزيرو. طب انا هنا الميل بواحد، يعني انا هي هطلع راسي او همشي افقي واحد واطلع واحد، هجيب النقطه دي. طيب همشي برضه، همشي واحد واطلع واحد، يبقى انت اكن من الاصل مشيت اتنين وطلعت كمان من يا شباب اتنين، يبقى هجيب النقطه دي. وهكذا في الاخر بقيت كده ايه تطلع ايه ترسم الداله او توقع النقط بتاعتها، وتعالى بقى في الاخر وصلهم. يبقى دي يا شباب مين؟ معادله الخط المستقيم مر بمين؟ بنقطه الاصل. يبقى دي بقى واي بتساوي كام؟ اكس. وقلنا طبعا هنا بقى اللي هنا الخط المستقيم دوت بيميل بزاويه هو السيتا، وطبعا السيتا زي ما احنا شايفينها يا شباب ده بنقول بنقيسها منين بقى؟ من المحور السينات الموجب، ده الاكس اكسس هو الموجب. ولو انا همشي بقى ايه ضد عقارب الساعه تبقى ايه الزاويه عندي الموجبه، بمعنى ايه بقى؟ ان شعاع بقى زيرو اكس ده هو ده مين بقى يا شباب؟ بداية أو الشعاع الفدائي للزاوية، لأنه طبعا الزاوية من زمان كده في معرفتنا السابقة في الرياضيات هي محصورة بين شعاعين. أنا عندي شعاع أهوت وتاخد شعاع تاني أهو، فالزاوية دي محصورة بينهم، فده شعاع، فدايما الشعاع ناخده مين بقى؟ اللي هو في اتجاه الإكس الموجب. طيب أصبح كده بقى هنا إيه الزاوية نوت من إيه بقى؟ حادة. يبقى الميل 100 شباب موجب، وبالفعل طلع عندي كلام بقى بيساوي موجب واحد صحيح اهو. وعشان قلنا برضه الميل في المحاضره اللي فاتت قلنا بيساوي بقى ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. فلو خدت اي نقطتين عندك على الخط المستقيم واعطيك النقطه ديت النقطه دي، هتلاقي الواي بتاعتها فرق بين 2 و1، يعني هنا واحد، والنقطه دي هي الاكس فرق هنا كام؟ بين 2 و1، يعني هنا برضه واحد، يبقى واحد على واحد يطلع لك في النهايه بواحد هو الميل. طب دي حالة خاصة، دي حالة خاصة. طب تعالى بقى في حالة تانية بقى، لو كان عندي أصلا الميل هو اللي بزيرو، الميل هو اللي بزيرو. طب تعالى المرة يا شباب بقى نرسم دي كده بقى، لما يكون عندي نوت إن إيه بقى الجزء المكتوب من محور الصادات كان بزيرو، ده بزيرو كنسل ده بزيرو، يعني تعالى بقى نجيب لون بقى إيه نفس اللون. هنا بقى ايه الواي هتساوي كام بقى؟ هتساوي
سالب 2 اكس. يعني حد يقول لي بقى قارن ديب دي بقى الميل هنا بكام بقى؟ بسالب 2، يعني هنا عامل لي زاويه منفرجه. طب تعالى بقى عشان نرسمها بقى، معنى هنا الميل اشهر هنا ايه بقى؟ ان انا همشي افق واحد واطلع وانزل اتنين سالب وانزل 2. وخد بالك طالما اصلا عندي هنا طبعا الجزء المقطوع من 1 صدار بيساوي 0، يعني الداله ايه بقى او المعادله هتمر بمين؟ بنقطه الاصل اللي هي ايه؟ النقطه 0 0. هيبقى عندي هنا شهاب مين؟ نقطه ايه؟ معنى هنا بقى ان الام هنا ايه بيساوي كام؟ بيساوي سالب 2. يعني انا همشي بقى افقي واحد وهنزل مين؟ سالب 2. ادي معنى الميل. لو قلنا في النهايه بقى هو فرق الصادات على فرق السينات، فسالب 2 على واحد بكام؟ بسالب 2. يعني هاجي هنا همشي واحد اهوت وهنزل مين؟ 2. يبقى عندي النقطه دي وعندي نفس النقطه دي، همشي واحد وهنزل كام؟ 2. يعني عندي هنا كام؟ سالب 4، المفروض يديني سالب 4 هنا وهكذا. انا همشي واحد وبعدين انزل كمان 2، يبقى عندي هنا ولتكن دي 3، ناخد دي كمان تبقى ايه؟ سالب هنا ايه؟ 4. يعني النقطه دي كام بقى هنا عندنا اهو؟ بسالب 4. تعالوا بقى نوصل في النهايه يا شباب اهو. كده بقى رسمت خط مستقيم ميله كام؟ سالب 2، وهي المعادلة بتاعتها كام بقى؟ سالب 2 اكس، وهنا مفيش جزء مقطوع من واحد الصادات، يعني س هو بيساوي 0، وبالتالي المعادلة خط مستقيم هتطلب بينا شباب نقطة الأصل. لو عندك هنا اكس بزيرو تطلع لك بزيرو، الواي بزيرو. طب اكس بواحد، واحد في سالب 2 بسالب 2 اهي. طب اكس بكام؟ ب2، هيطلع لك كام يا شباب؟ مين؟ سالب 4. تمام يا شباب؟ يبقى كده خدنا ايه بقى الحالتين، او كده ايه التمرين اهوت، لما يكون عندي بقى ايه ان المعامل او الجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي 0. طب الحاله الثانيه ايه بقى؟ الحاله الثانيه لو انا عندي اصلا ان الميل بيساوي 0، الميل اشهاب مين؟ بيساوي 0. يعني ايه بقى الميل بيساوي 0؟ ما حاجه طبعا ليه، خد بالك ان طبعا هنا الميل بيساوي 0 مش غير معرف. احنا قلنا الميل بيساوي، قلنا ايه بقى؟ تان الزاويه، او بيساوي الميل بيساوي مين؟ قلنا فرق الصادات دلتا واي على دلتا اكس. امتى بقى ده يساوي 0 يا شباب؟ لو كان البسط بزيرو، يعني الواي عندك بزيرو، يبقى الواي عندك مين؟ ما فيش بقى تغير في مين؟ في اتجاه الصادات. يعني في النهايه بتاع ايه بقى؟ خط مستقيم بيوازي مين؟ محور مين؟ السينات. يعني انت تعالى بقى في المعادله بتاعتنا الاولى دي بقى يا شباب، او الثانيه ما خلاش نفس اللون. انا كده اعتبر هنا بقى الميل لو كان بيساوي 0، التلتين دي بيساوي 0، يبقى 0 في اكس بزيرو. يعني في النهايه تبقى المعادله عندي كام يا شباب دي بقى؟ يبقى هنا الواي بيساوي كام؟ 3 فقط. يعني اجي بقى ايه بقى عند الثلاثه اهيت على محور الصادات، وارسم خويا يا شباب خط افقي يوازي مين؟ محور السينات. ده معنى كده بقى ان لما يكون عندك اكس بزيرو الواي بثلاثه، وكلمه ثابته بقى دي بيسمى ايه؟ داله ثابته، مفيش فيها تغيير. وخد بالك هنا الثلاثه دي اصلا بتعني ايه يا شباب؟ تعني معنى ان ثلاثه في واحد بثلاثه. طب الواحد يعني ايه بقى؟ يعني بقى ايه؟ اكس، يعني ضربت 3 اكس بس اس 0. يعني دايما ايه؟ اي قيمه اس ب 0 بواحد. فلو قلنا بقى ادي عندي هنا ايه؟ الاكس ب 0 يا شباب
زيرو اس زيرو بواحد، واحد في ثلاثة بي بثلاثة، عند نقطة بي بثلاثة. طب خد بقى اكس بواحد، واحد اس زيرو بواحد، تطلع لي برضه بنفس نقطة ثلاثة. اجيب السماش هب ايه وهكذا، خد بقى برضه نفس النقطة دي ثلاثة، اكس ثلاثة ثلاثة اس زيرو بواحد، واحد في ثلاثة هي بثلاثة برضه، فأصبح يا شباب دي بيسميها ايه؟ دالة ثابتة. طب نفس الشيء بقى أنا لو خدت بقى يا شباب، تعالوا بقى نجيب اللون التاني. لو أنا عندي مين بقى المين هو بيساوي كام؟ زيرو، يعني مفيش عندي واي، يبقى هنا الإم بتساوي زيرو. تمام، هتبقى إيه بقى المعادلة بتاعتها؟ إيه بقى؟ تبقى واي بيساوي هنا مين يا شباب؟ سالب اتنين. نفس الشيء برضو دي تبقى يا شباب مين؟ دالة ثابتة، مهما تتغير قيمة السين هي برضو ايه؟ الصاد ثابتة. وهنا دي عبارة عن ايه برضو بقى؟ هتبقى دي عبارة عن اتنين في اكس اس زيرو برضو، على اساس اكس اس زيرو بواحد. طب هيجي فين بقى؟ هنرسم بقى ايه؟ خط مستقيم يمر بين يا شباب بالنقطة عند واي بسالب اتنين بالشكل ده كده بالظبط اهو. يبقى دي مين يا شباب؟ دالة ثابتة موازية لمين؟ لمحور الصداق لمحور السينات. ودي مين بقى؟ واي بيساوي سالب اتنين. فدي كلها يا شباب مين؟ حالات خاصة من الايه؟ معادلة الدرجة الأولى بالميل والجزء المقطوع من محور مين؟ الصادات. طب قبل بقى ما نتكلم بقى عن مفهوم الداله يا شباب، تعالوا بقى ايه، لو انت عندك داله مرسومه بقى وانا عاوز اجيب معادلتها، ازاي بقى نكون المعادله بتاعتها؟ لو عندي نقطه مثلا لو عندي يا شباب مين النقطة صفر واحد هنا، وعندي النقطة اتنين وتلاتة، اتنين وتلاتة، وكان عندي كده يا شباب يبقى خط مستقيم اهو مار بالنقطة كام؟ صفر واحد والنقطة اتنين وتلاتة. طيب نعرف بقى نكون بقى معادلة الخط المستقيم ده. طب تعالوا نفككوا هنا، المعادله بتساوي بقى تمام بتساوي ام اكس زائد سي. فانا عندي في المعادله في حاجتين عاوز اجيبهم، عاوز اجيب الميل اللي هي الام يعني دي الميل، وعاوز اجيب مين اللي هي كلمه بقى السي اللي هو الجزء المقطوع من المحور بين الصادات. فانا عندي اول حاجه السي هي بتساوي هنا كام بقى؟ دي سي بتساوي لنا كام يا شباب؟ واحد. يبقى أول حاجة جبتها دي بواحد، يبقى هون بقى هنا واي بتساوي زائد هنا مين يا شباب؟ طبعا قيمة موجبة عشان فوق محور السينات، يبقى دي مين؟ واحد اهي. طب المين هجيبه ازاي بقى؟ ما قلنا بقى ناخد أي نقطتين على المعادلة الخط المستقيم عشان أجيب من الميل، أجيب دلتا صاد ديت مين؟ دلتا واي اهيت. وهنا مين يا شباب؟ دلتا مين؟ اكس. فهنا عندي الميل هنا بيساوي ايه؟ الدلتا واي على دلتا اكس. الواي دي كلها هنا كام بقى؟ الفرق بين نقطة تلاتة والفرق بين واحد، يعني دلتا واي بيساوي يمين يا شباب؟ اتنين. طب دلتا اكس برضو الفرق بين نوع من اتنين وزيرو، يبقى هنا دلتا اكس برضو هتساوي يا شباب مين؟ اتنين. يبقى دي المفروض نحطها لنا حتى هنا كده، دي السي، دي السي ده بيساوي واحد اهو. وهنا بقى الدلتا بقى ايه؟ ديت اكس اهي، الفرق بين نقطة اتنين وزيرو هنا برضه بتساوي كام؟ اتنين. فإذا الميل بقى بيساوي كام؟ اتنين على اتنين، يطلع لي كام في شباب؟ واحد. واحد في اكس يعني الاكس، يعني انت كده في النهاية كونت المعادلة
الميم بقى من الرسم المعادلة نفسها. ركبت الجزء المقطوع الأول من محور الصادات، وبعد كده جبت الميم دلتا واي على دلتا اكس. طب تعالى بقى لو في عندنا برضه ايه دالة تانية، تعالى نجيب بس لون كده تاني يعني. تمام، خلينا بنفس ديت. طيب انا عندي هنا ايه بقى دالة تانية اهيت، او معادلة تانية، اتنين وزيرو. طيب نمسح دي كده. عندك يا شباب النقطة اتنين وزيرو، مثلا كده يعني عندي دالة مرسومة كده، ادي زيرو واتنين، وعندي النقطة كام بقى؟ أربعة وسالب اتنين، أدي أربعة وسالب اتنين. فعندي خط مستقيم اهوت، أو إيه قطعة مستقيمة. طبعا أنت مرور بيدي على استقامتها ومودد دي على استقامتها، تطلع في النهاية مين؟ ده خط مستقيم عادي. طب حد بقى يقول لي هنا بقى الجزء المقطوع من محور الصادات مين؟ اه ده حد يقول لي ده مين؟ ده موجب اتنين اهو، يبقى السي هنا هو بتساوي كام؟ تمام اتنين. طب حد يقول لي الميلب هنا بقى؟ طب هنا الميلب يا شباب يطلع موجب ولا سالب هنا؟ اه حد يقول لي ده الميلب هو ايه ظل الزاوية؟ ده انا شايف كده الزاوية ايه بقى؟ بط ايه بقى زاوية منفرجة، فهنا الميل هطلع لي يا شباب مين؟ سالب. سالب مين بقى؟ قلنا بقى دلتا واي على دلتا اكس. لو خدت اي وزن عندك وتاكل مثلا ايه بقى، ممكن تاخد المثلث ده مفيش مشكله، عاوز تاخد المثلث الكبير ده كله برضه مفيش مشكله. تعال ناخد المثلث ده يا شباب، هنجيب الدلتا واي بتاعته ودلتا اكس. اكيد الواي هنا كام بقى؟ اتنين ناقص مين؟ ناقص صيرو، يعني بكام؟ باتنين، يبقى دلتا واي باتنين اهي. طيب والاكس برضه من اتنين، طبعا المفروض بقى تبقى سالب، ها؟ هتطلع لي في النهايه سالب، فاتنين ناقص كده يطلع برضه باتنين، هيطلع كام في النهايه يا شباب؟ الميل كام بقى؟ بسالب واحد. طب واحد بقى عاوز ياخد المثلث الكبير ده كله، مفيش مشكله. تعالوا ناخد المثلث الكبير ده اللي هو ده اهو. برضه لازم الميل يطلع يا شباب مين يا شباب؟ سالب واحد برضه. طب تعالى هنا بقى الدلتا واي بكام؟ انا هاخد دول كلها على بعضها، يعني عندي اتنين واتنين كمان بس سالب تحت، كل ده كان اربعه، يبقى هنا الميل برضه هيساوي، بنقول بقى هنا الام هنا بتساوي برضه، عشان طبعا هو ايه الميل هنا ايه سالب، يعني زاويه منفرده، اقول سالب الواي دلتا واي باربعه. دلتا اكس النقطة دي كلها على بعضها من أربعة سالب زيرو سالب أربعة، برضه أربعة على أربعة بواحد، بس الميل كان سالب سالب واحد. يبقى في النهاية ممكن تقول بقى المعادلة دي بقى عبارة عن كام يا شباب؟ أيوة الواي بتاعتها بقى كونها بتساوي كام؟ إحنا قلنا السي بقى طلعت باتنين أهي، يبقى اتنين سالب اكس. وعشان تتأكد بقى لما قلنا إيه بقى؟ اكس بزيرو واي بكام؟ باتنين. طب اكس باربعه، يبقى اربعه سالب واتنين موجب، يطلع كام؟ بسالب اتنين اهي، اللي هي النقطه دي يا شباب. يبقى كده نقدر بقى ازاي ايه نكون الداله او المعادله، ولو هي عندي يا شباب مين؟ المعادله مرسومه او الداله مرسومه. طب تعالى بقى نتكلم عن اللي يبقى مفهوم الداله ومفهوم المعادله. الدالة يا شباب اللي هي الفانكشن اوف اكس ديت، بنقول عليها الدالة اوف اكس، بتعني يا شباب بقى ان كل قيمة الاكس يقابلها قيمة وحيدة الواي، يبقى دي بنسميها يا شباب مين؟ دالة. والدالة اصلها هي اصلا معادلة، يبقى الدالة اساسا هي مين؟ هي معادلة.
يبقى إذن كل دالة أصلها مين؟ معادلة. طيب تبديل في بدالة، طيب إمتى بقى تكون غير دالة؟ لو عندي بقى إن الـ X نفسها يا شباب ده بتديني مين؟ قيمتين لـ Y، يعني ديت عندي هنا ديت إكس واحد بتديني قيمة لـ Y واحد بس. طب قلنا بقى لو عندي دي إكس واحد بتديني قيمتين لـ Y، Y واحد و Y اتنين، فطبعا دي يا شباب مين؟ ليست بدالة. يبقى إذا بقى أصل يا شباب مين؟ دي دالة، ليست دي يا شباب مين دالة، يبقى أصل الدالة هي معادلة والعكس غير صحيح. بمعنى إيه؟ مش كل يبقى معادلة دالة. طب إزاي بقى نحكم على من الرسم إنه إيه بقى؟ المعادلة ازاي يحكم عليها ولا عليها دالة والغير دالة؟ تعالوا بقى ايه نوريكم الحاجة بقى كبسيطة كده. طبعا انا شباب لو عندي هوت ان في خط مستقيم اهو، تمام، ده معادل خط مستقيم، فدي هي معادلة. طب عاوز اقول اختبارها بقى اقول عليها دالة ولا غير دالة، اجي اعمل يا شباب مين الاختبار. تعالوا نجيب انا بقى خط كده ايه ابيض كده، هعمل ايه خط رأسي موازي لمين؟ الواي، الواي اكسس، واشوف الخط الرأسي ده بقى ده اسمه خط اختبار. ده خط اختبار بيوازي مين؟ محور مين؟ الصادات. المفروض ده بقى بيوازي الواي اكسس البوزيتيف والنيجاتيف بتاعت الواي. لو قطع الدالة في نقطة وحيدة بواي، ما احنا بقى لما نيجي نمد ده يا شباب على استقامته الخط ده كده، هنا عنده قيمة الاكس اهي. طب تعالى بقى ايه خدها عند واي، ادينا برضه القيمة الوحيدة لمين؟ لواي اهو، يبقى دي دالة. طب تعالى بقى نختبر مين بقى المعادلة ديت، طبعا دي معادلة بارابولا، هرسم برضه ان يا شباب مين خط يبقى ايه موازي، بس لازم يقطع مين بقى ايه المعادلة نفسها. تعالى بعد النقطة دي، دي عند اكس اهيت واحد، ادتني مين نقطة ايه وحيدة عند واي. طب تعالى ناخد هنا كده برضه، امشي الخط ده برضه كده اهوت الخط المستقيم بتاع الاختبار، ادي عند النقطة دي اكس اهيت ادتني في نقطة برضه ايه وحيدة عند واي بس، يبقى اصبحت دي يا شباب يبقى دي الدالة، ديت فانكشن دالة في اكس وواي، وكل ما الاكس بتتغير بيديله قيمة وحيدة الواي فقط. ونفس الشيء يا شباب مين دي برضه مين دالة، وكل قيمة الاكس بتعطي مين قيمة ايه لواي وحيدة فقط. يبقى نقول هنا بقى ان الاكس دوت بتدي مين قيمة وحيدة فقط لواي، ودي اسمها دالة. طب تعالى هنا بقى يا شباب دي عند معادلة ايه برضه، ما دي معادلة في النهاية بتاعت مين قطع برضه او دالة ايه او دالة تربيعية من الدرجة التانية. تعالى بقى نرسم هنا يا شباب خط مين موازي، تعالوا بقى نجيب لون تاني، هرسم يا شباب مين خط موازي لمحور الصادات، بس لازم يقطع مين المعادلة، وعايزين نقطع مين بقى ايه محور السينات. انا عندي هنا السين اهي، تعالى بقى اشوف بقى قيمة الواي عندي، الاقي هنا في النقطة اهيت ادي واي، ادي هنا واي واحد اهي، وادي عندي مين واش هاب برضو واي اتنين اهي، يعني نفس قيمة الاكس طلع لي مين ادانا قيمتين لواي، يبقى دي ليس بدالة. يبقى لو عندي اكس واحد ده واي واحد واي اتنين، يبقى دي يا شباب مين ليس بدالة. تعالى عند النقطة دي برضه، هرسم هنا خط مستقيم يوازي محور مين السيناء الصادات، ويقطع محور السيناء في نقطة، ادي نقطة سيناء اهي. تعالى بقى عمل لي هنا ايه، انت قطع لي المعادلة القطع دوت المكافئ ده في النقطة ديت اهي، ادي واي عندها هنا واي اهيت، وكمان واي كمان اهو، بقى عندي هنا ايه نقطتين واي،
يبقى دي اشهاب مين؟ ليست بداله. يبقى دي لمين؟ ليست داله. فعندي اصلا دي لها معادله، لكن هنا بقى لما جينا عاملين اختبار بتاعه الداله ما طلعتش داله. يبقى اصل الداله يا شباب مين؟ هي معادله، والعكس غير صحيح، ومش كل معادله يبقى ايه داله. تعالى هنا برضه، هنا بقى ديت مين؟ حد يقول دي بقى ده معادله ايه؟ الدايره. وادي تفتكر القانون بتاعها اهوت، معادله ايه؟ الدايره اهو. انا بقى لو كنت رسمت يا شباب برضه الخط المميز اهو لمحور مين؟ السطات، وايه ويمر مين؟ بمحور السينات. انا عندي النقطه هنا مين يا شباب؟ سالب 2 اكس بسالب 2. هلا هنا عندي واي لها قيمتين، قطع المعادله في النقطه دي واي اهي، ولتكن ديت يا شباب هنسميها واي واحد، تمام؟ وقطع فين؟ بنفس الاكس ديت قطع برضه المعادله عندي في نقطه ثانيه بتلاقي واي 2. يبقى دي كده يا شباب مين؟ ليست برضه بداله. معناها اصلا في المعادله يبقى دي ليست مين؟ داله. يبقى كده بقى عرفت بقى يا شباب مين الفرق بين مين؟ بين المعادله والداله. الداله اصلها معادله، والداله كل قيمه لـ س تعطي قيمه ايه؟ وحيده الواي. وكده يا شباب بقى يكون وصلنا لنهاية الحلقة، وأتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ولو أنت بقى أول مرة تشارك بالقناة فبالرجاء بقى الشير والإعجاب، ولو عندك أي كومنت اكتبولي في التعليقات. ودمتم بخير، في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.